هل سيتفوق ريال مدريد مجددا في سانتياغو برنابيو أم أن ميلان سيحقق المفاجأة ويعود للانتصارات في دوري الأبطال؟ تابعوا الفيديو لمعرفة موعد المباراة القنوات الناقلة. السلام عليكم وأهلا بكم في بويا لايف. اليوم جئناكم بتفاصيل قمة أوروبية كلاسيكية تجمع ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. مواجهة من العيار الثقيل ستشهد عودة المنافسة التاريخية بين اثنين من أكبر الأندية الأوروبية. تابعوا معنا لتعرفوا كل التفاصيل. ستقام مباراة ريال مدريد وميلان ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 24-25، وذلك يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، أي 11 بتوقيت مكة المكرمة، أي 8 مساء بتوقيت المغرب، تونس والجزائر. أما عن النقل التلفزيوني فشبكة بين سبورتس هي الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات بين سبورتس. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. من تتوقعون أن يسيطر على هذا الكلاسيكو الأوروبي؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في بويا لايف وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من الأخبار والمباريات. نراكم في فيديو جديد.